بعد توتر العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وفي إطار كسر الجمود الحاصل في الفترة الأخيرة بين البلدين من خلال الزيارات المتبادلة، كان آخرها زيارة خالد بن سلمان إلى واشنطن. وفي خطوة متقدمة استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي يضم نواباً عن الحزب الجمهوري. فما هي تفاصيل اللقاء؟ في التفاصيل، أفادت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، إضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. ونشرت الوكالة لقطات مصورة للحظة لقاء الأمير محمد بن سلمان ثلاثة نواب جمهوريين عن ولايات يوتا وبنسلفانيا وميتشغان. ويذكر أنه في وقت سابق قالت مصادر للCNN إنه من المحتمل أن يلتقي الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي الشهر المقبل، ويجري مسؤولو إدارة بايدن محادثات مع السعوديين حول ترتيبات اللقاء المباشر الذي سيجري خلال رحلة خارجية للرئيس الأمريكي الشهر المقبل، وفق ما قاله مسؤولون سابقون وحاليون. وفي إطار متصل، عقب الدبلوماسي الأمريكي السابق ألبرتو فرنانديز على مقال للكاتب السعودي طارق الحميد حول زيارة نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان للولايات المتحدة. وقال الدبلوماسي السابق في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: السعودية دولة عقلانية ولا تقبل مزايدات ولا تندفع، وهكذا السياسة التي هي لغة مصالح. وكتب الحميد في مقاله المنشور بصحيفة الشرق الأوسط: التوتر السعودي الأمريكي ليس بالسر، وكذلك ملامح الانفراج بالعلاقات السعودية الأمريكية الآن، ويبدو أن الانفراج يطبخ على نار هادئة. وتابع قائلا: يحدث كل ذلك من خلال الزيارة اللافتة التي يقوم بها نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان للولايات المتحدة وطبيعة لقاءاته ومستوياتها هناك. هذه هي الزيارة الثانية للأمير خالد لواشنطن مؤخرا. اللافت أن الزيارة الأولى كانت مقتضبة، بينما هذه الزيارة مختلفة تماماً، ومن الواضح أنها زيارة نقاشات مستفيضة لوضع أرضية صلبة لما يمكن الاتفاق عليه قبل أي لقاء سعودي أمريكي على مستوى القيادة.